كثير من المبادرات اللي عملتها أريد الجزائر في خلال الأيام الماضية لتأكيدا على صحة وسلامة المواطنين الجزائريين. وآخر المبادرات هذه تسليم مبلغ 15 مليون دينار جزائري لصالح الخزنة العمومية لمحاربة فيروس كورونا. وإن شاء الله حنستمر بمبادراتنا لتأكيد صحة وسلامة المواطنين الجزائريين خارج الشركة وداخل الشركة أيضا كاستراتيجية الشركة. سلامتهم وصحتهم من أهم الاستراتيجيات عندنا هنا في الشركة. ونطلب من رب العالمين رفع هالوباء وحفظا على الدولة إن شاء الله. وسلام عليكم.